حسين، بذات الأسلوب الذي يستخدم في استهداف المواقع والوجود الأمريكي في العراق، استهدف منتصف الليل أمس، استهدفت مقر مهم للبيشمركة في مناطق تعرف بقضاء صلاح الدين. هذه المنطقة طبعا فيها ما فيها من قواعد ربما للبيشمركة، وأيضا هي في المنطقة التي تتخذ من القيادة الكردية مقرا لهم منذ عام 1991، ومقر الرئيس بارزاني وأيضا القيادة الكردية في هذا المكان، وهذا المكان معروف لدى كل الأطراف السياسية والفرقاء السياسيين والقادة السياسيين، سواء كان العراقيين أو الذين يزورون أربيل من الأمم المتحدة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول العالم التي تزور أربيل. هو مقر، هو المنطقة التي تتواجد فيها هذه المقرات. بالتالي فنحن نتحدث عن مكان مهم جدا في هذا الاستهداف، وأنه في العمق الأراضي الكردية إن صح التعبير في مناطق إقليم كردستان، بمعنى أنه يبعد كثيرا عن حدوده مع الموصل، مع كركوك، مع إيران، مع تركيا، مع المناطق التي كانت تستهدف القوات الوجود الأمريكي في العراق وفي إقليم كردستان خصوصا. وطبعا هو ليس أبعد من حرير، فهو في النقطة القريبة من إربيل، وبالتالي صحيح أن حرير هو أكثر عمقا من هذا المكان، إلا أن نتحدث عن مكان استراتيجي قد قامت طائرتين بمسيرتين بمفخختين باستهدافهم قبل منتصف الليل بربع ساعة، وكنا قد وصلت أنباء لكن لم نتأكد منها، ريثما كنا ننتظر بيانات تأكيد. بالتالي بيانات تأكيد وردات فعل غاضبة جدا من أربيل تجاه بغداد حملت مسؤولية محاسبة الجنات الذي وصفه مسرور بارزاني رئيس الحكومة بالجنات على عاتق بغداد، وقال البيان لمسرور بارزاني ان السلاح الذي ان الهجوم استخدم بسلاح واموال الدولة، وبمعنى انهم مسلحين وممولين من بغداد. بالتالي فان أربيل غاضبة تطلب من بغداد محاسبتهم وأيضا تطلب بمطاردتهم. وقالت في البيان، طبعا هناك كلمة ربما تكون حساسة، بمساعدة كانت الهجوم بمساعدة بعض المندسين أو وصفتهم حدث اتصال من بغداد من المركز بأربيل، هل ثمت معلومات في هذا الشأن أحمد؟ قدم معلومات دقيقة للجهات المهاجمة التي هاجمت مقر أمني بالغ الأهمية في أربيل، وهو قوات البيشمركة، وهذه القوات هي تقع ضمن منظومة الأمن والدفاع العراقي بحسب الدستور العراقي. وبالتالي مسرور بارزاني يطالب بغداد بأن يكون يعد الهجوم وينظر إلى الهجوم بأنه هجوم على العراق بأكمله، كون أن القوات الأمنية الموجودة هي تتبع إلى المنظومة ضمن المنظومة الأمن والدفاع العراقية التي صادق عليها الدستور العراقي عام 2005، وهي قوات البيشمركة الكردية.